مرحبا وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن استحواذ بنك القدس على الفروع العاملة للبنك الأردني الكويتي في فلسطين، ونخصصها أيضا للحديث عن الخطط المستقبلية لبنك القدس محليا وإقليميا. قبل ذلك نذهب إلى موجز لأهم الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية. أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد. أفاد التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عن سلطة النقد أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تباطؤا خلال العام الماضي ليصل إلى 3.1% مقارنة مع 4.7% للعام 2016. وأضاف التقرير السنوي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ نحو 13 مليار و700 مليون دولار. قال البنك الوطني إن صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 56%، وبلغ صافي الأرباح حوالي 8,350,000 دولار بعدما كان 5,360,000 دولار قبل عام. زادت الأرباح النصفية لبنك فلسطين بنسبة طفيفة لتصل إلى حوالي 24,730,000 دولار بعدما كانت عند 24,720,000 دولار لذات الفترة من العام الماضي. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية موجز الاقتصاد. إلى اللقاء. مرحبا مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية التي نخصصها للحديث عن استحواذ بنك القدس على الفروع العاملة في فلسطين للبنك الأردني الكويتي، وأيضا نتحدث عن الخطط المستقبلية للبنك محليا وإقليميا. في هذه الحلقة الجديدة يسعدنا أن نستضيف السيد أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس. مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد أكرم. مبروك الاستحواذ على فروع البنك الأردني الكويتي العاملة في فلسطين. هذا الاستحواذ جاء بعد يعني سلسلة من الإجراءات وأيضا من المفاوضات مع إدارة البنك للاستحواذ على هذه الأفرع. شكرا جزيلا وشكرا لدعوتكم لهذا اللقاء. لنا الشرف. اللي بعطوا الضوء على جزء أو نجاحات الجهاز المصرفي الفلسطيني. حقيقة يعني هذا الاستحواذ تم بعد دراسات معمقة ودقيقة من قبل البنك الأردني الكويتي للسوق المصرفي الفلسطيني، وبالتالي ما هو الأكثر مناسبة لهذا البنك أن يندمج أو يشتري حصة أو يكون شريكه الاستراتيجي. بالنسبة لنا نعتبر بنك مثل بنك الأردني الكويتي بخبرته الواسعة وبالدعم وبالإمكانيات التي يتميز بها أن يعمل اتفاقية مع بنك القدس، نعتبر هذا تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي أولا وفي بنك القدس ثانيا. طبعا بالتأكيد مثل أي استحواذ أو أي شراكة أخذ المراحل الأساس يعني المراحل اللازمة للدراسة والفحص ومدقق حسابات وموافقة السلطات الرقابية في البلدين. يعني ما كان قضية مدروسة، وبعد موافقة السلطات الرقابية في البلدين في الأردن وفي فلسطين تم الاتفاق النهائي وتمت العملية لتعزيز الثقة في بنك القدس محليا حتى أردنيا. اثنين، لتقديم للاستفادة من إمكانيات والخبرات المصرفية من الخارج، وهذه قضية كتير مهمة. ثلاثة، لخدمة تقديم أفضل وانتشار أكثر لبنك القدس. طبعا نتج عن هذا الموضوع زيادة المحفظة، زيادة الموجودات، خبرات جديدة، دماء جديدة لبنك القدس، وهذا يعني يعطينا القدرة على تقديم مزيد من الخبرات، مزيد من الانتشار والتوسع
وتقديم أفضل خدمات للجمهور الفلسطيني. إذن نحن هنا نتحدث عن شراكة أكثر من استحواذ. يعني هي ميكس، لأنه كان إحدى الشروط أن يشتري بنك الكويت الوطني جزء من الحصة يكون مساهم، فتمت الاتفاق طبعا أن تكون فقط 10%. نعم. فبنك الأردن الكويتي الآن يمتلك 10% من بنك القدس، يعني جزء من المحفظة ومن ثمن هذه الصفقة شراء 10% من أسهم بنك القدس. وبذلك يعني تكون قد وفرتم الكثير من الخبرات للبنك من قبل يعني البنك الأردني الكويتي. نعم، يعني احنا كنا معنيين انه مش فقط استحواذ، انه نضيف خبرات وامكانيات جديدة، لانه احنا السوق الفلسطيني بتعرف سوق محدود، صحيح ضيق. محدود ضيق، مجموعة كبيرة جدا من العقبات والعراقيل من كل الجهات، يعني بالذات انت بلد محتل بالتأكيد، فبدك ذراع استثماري خارج، فمن يستطيع ان يساعد على هذا الموضوع الا يعني تعزز الثقة بالذات وتعزز إمكانيات الصمود وتعزز الإمكانيات والخبرات لمواجهة أي طارئ قد يحدث لا سمح الله. بالتأكيد هذا الاستحواذ لن يؤثر على العملاء، عملاء البنك التجاري البنك الأردني الكويتي. لا بالتأكيد، لأن كل العملاء صاروا عملاء الآن لبنك القدس، وكنا حريصين أن يكون عضو مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي. نعم. معنا بحيث إنه الموظفين بنك الأردن الكويتي السابقين وعملاء السابقين ما يشعروا إنهم هم جاءوا إلى مكان جديد عليهم بكل معنى الكلمة. هم الآن كان لقاء البارحة مع الموظفين، حتكون لقاء آخر لدعوة كحفل استقبال لموظفي بنك الأردن الكويتي لتسهيل عملية الدمج وتكون بيئة واحدة والشعور إنه كل موظفين بنك القدس الآن. إذا المحفظة المالية الآن لبنك القدس أصبحت زادت طبعا بالتأكيد مع هذا الاستحواذ. نعم، زادت المحفظة وزاد رأس المال بقيمة 10% اللي اشتراها البنك الأردني الكويتي. كم وصلت هذه المحفظة تقريبا؟ المحفظة طبعا حوالي يعني 1,250,000,000 دولار. رأس المال الآن قبل ما نضيف علاوة الإصدار، نعم في علاوة إصدار يعني بالتأكيد، يعني كان يعني بعنا 10%، تم بيع 10% من أسهم بنك القدس بعلاوة إصدار بسعر، مش سعر الاسم يعني بسعر مرتفع نسبي، يعني مرتفع يعني عمل إضافة مالية للبنك، وهذه ممكن تضيف رأس مال البنك 7-8%، فيصبح رأس مال البنك الحالي 90 مليون دولار. والآن المطلوب بعد الموافقات الضرورية من الجهات الرقابية المختلفة، والآن المطلوب من البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين وحسب تعليمات سلطة النقد أن ترفع رأس المال إلى 100 مليون دولار. هنا في احنا قرار مع نهاية هذا العام. لا لسه القرار لم يتخذ. نعم. الآن البنوك حسب قرار سلطة النقد لحد الآن 75 مليون، لكن التوجه لأن يصبح 100 مليون. نحن بنك القدس بادرنا قبل ما يطلع القرار الرسمي، لأن ما في قرار يلزمنا أن يكون 100 مليون. نعم. القرار يلزمنا أن نكون 75 مليون. نحن اجتماع الهيئة العامة قررنا زيادة رأس المال إلى 100 مليون دولار بعد الاستحواذ. قبل الاستحواذ. والآن بهذه الخطوات يعني بتوقع نستكمل 100 مليون قبل ما يصدر القرار. لم يتبقى الكثير. وإما يصدر القرار بعطي 3 سنوات سماح. نعم. يعني ما بصدر القرار خلال سنة بدك تكون رأس مالك 100 مليون، بعطيك فترة سماح 3-4 سنوات حسب الظروف. بس عمليا عندما يصدر قرار من سلطة النقد بزيادة رأس المال، بدأ رأس المال البنوك الفلسطينية ب20 مليون، أصبح 35، أصبح 50، الآن 75، غدا إن شاء الله وقت قريب يصبح 100 مليون. بس نحن كبنك قدس بادرنا باتخاذ قرار مجلس إدارة زيادة رأس المال إلى 100 مليون، وعمالنا يعني بنزيد رأس المال. نتوقع السنة بنهاية هاي السنة يصبح رأس المال 90 مليون دولار. الاستحواذ ورفع رأس مال البنك وتوزيع
توزيع أرباح أسهم. نعم، خلال الفترة يعني العام 2017 وزعنا 10% نقدا و10% أسهم. 20%. أه؟ 20%. نعم، لهالسبب وصلنا إلى يعني 75 مع نهاية الفترة اللي كانت محددة للبنوك إنها توصل 75 مليون دولار. رفع رأس مال البنك والاستحواذ على أفرع البنك الأردني الكويتي بالتأكيد سيفتح لكم أبواب إقليمية. 100 مليون دولار تفتح لكم الأبواب للانتقال إلى عواصم عربية وإقليمية أيضا من أجل الاستثمار وفتح أفرع. هل من خطة للتوسع إقليميا ونحن هنا نتحدث عن الأردن كبداية انطلاق والانتشار إلى عواصم عربية أخرى؟ هذا جزء أساسي من استراتيجية البنك، جزء أساسي من رفع رأس المال أيضا. لا، رأس المال والانتشار خارج حدود فلسطين، فإن توجه اتخذنا خطوات داخلية، قدمنا طلبات ونتوقع في القريب العاجل إذن هناك يعني على هناك موافقة، يبدو نتائج إيجابية لذلك. نتائج إيجابية وموافقات مبدئية، لكن الوقت مش وقت إعلان لأنه لم نستكمل لحد الآن. إذن ذلك ضمن الخطط، ضمن الخطة الاستراتيجية تبعتنا والأساسية أنه نحن يجب أن نتوسع وأن ننتشر خارج حدود فلسطين. ويعني طبعا يعني بدأنا بهذا الخطوة. هل من دول مستهدفة؟ كبداية الأردن. الأردن كبداية لأنه أقرب، وبحكم أنه أنت يعني معظم التجار ورجال الأعمال نفسهم اللي بالأردن وفلسطين، هاي بتسهل عليهم، بتسهل فتح حسابات لهم، التواصل مع البنك والتهيئة للانتشار بالسوق الأردني اللي حيساعدك بالانتشار أسواق خليجية أخرى. بالتأكيد، ونتمنى لكم التوفيق في ذلك. نتحدث أيضا عن التوسع والانتشار محليا هنا في المدن والبلدات وبالتحديد القرى المهمشة. نسبة المنتفعين والمستفيدين من الخدمات البنكية في فلسطين نوعا ما متدنية مقارنة بدول الجوار، مع كل الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين. الوصول إلى القرى والمناطق المهمشة بالتأكيد سيدفع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات البنكية. هو نحن الآن وصلنا إلى 40 فرع ومكتب. نعم، ومتواجدين في معظم الأماكن. أصلاً بنك القدس بدأ في الريف الفلسطيني أكثر مما كان في المدن، يعني فتح فروع ومكاتب في القرى الكبيرة قبل ما يبدأ فتح فروع ومكاتب في المدن. نعم، يعني أوكي بدأ في رام الله وفي غزة، لكن بدأ في طوباس، بدأ في سرفيت. نعم، بدأ في القرى. فنحن تقريباً التواجد تبعنا متواجدين في معظم الأماكن إن لم يكن جميعها اللي فيها كثافة سكانية، لكن طبعا ضمن خطتنا الوصول إلى أي مكان وإلى أي تجمع فلسطيني. لكن بتقديري الجهاز المصرفي الفلسطيني وصل إلى مرحلة العالمية بالنسبة لتوزيع عدد السكان، يعني عندنا الآن عالميا لكل 10,000 مواطن هناك في فرع أو بنك. إلا أن ذلك نسبة المنتفعين من هذه الخدمات يعني نسبة ضئيلة جدا. لا يعني معلش، المنتفعين بالخدمات المصرية يعني فلسطين جغرافيا الضفة الغربية وغزة مساحة ضيقة. نعم، وبالتالي انت ما بتحكي عن مسافات 50-60 أو 40 كيلو مثل بعض البلدان. احنا يعني مراكز البنك مكاتبه وفروعه لا تبعد عن اي تجمع سكاني اذ لم يكن هناك في فرع او بنك 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، يعني في متناول خدماتنا الآن أصبحت بمتناول الجميع بالنسبة لانتشار شعبنا. لكن هدفنا الرئيسي أن نزيد هاي الخدمات، نصلهم إلى كل أماكن تواجدهم، تسهيل مهمتهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني في كل مكان بحاجة إلى تنميم من خلال تواجدك، من خلال اتصالك، ومن خلال اطلاعك ودراستك لأوضاع التجمعات الفلسطينية وماذا تحتاج من تنمية ومن مشاريع ومن دعم. الأفرع الجديدة الآن أين سيتم افتتاحها؟ هو يعني احنا
في أماكن موجودة مثلا في رام الله عندنا 4 فروع الآن صار 5. نعم. في جنين عندنا فروع، فرع كمان عامل إضافي صار فرع آخر. نعم. ويعني في خطة لتوسيع هذه الخدمات وفتح مزيد من المكاتب والفروع للبنك. القدس هل هي ضمن الخطة أيضا؟ طموحنا وأملنا. بالتأكيد يعني هناك عدة بنوك بدأت بافتتاح أفرع لها داخل الجدار، يعني جدار الفصل العنصري، يعني محدود مكاتب. نأمل أنه نحن يعني حاولنا وسنبقى نحاول قدر الإمكان أنه نستطيع نفتح إن مكاتب وفروع خارج الجدار، لكن القضية مش قرارنا نحن لوحدنا. نتحدث هنا عن الاستحواذ، هل الاستحواذ سوف يكون سينعكس ايجابيا على زبائن البنك؟ تحدثت في بداية هذا اللقاء عن الإيجابية للخدمات المقدمة للزبائن، هل من خطة جديدة من اجل يعني تطوير الخدمات المقدمة للزبائن بعد عملية الاستحواذ ورفع رأس مال البنك؟ هو استمرار كبنك ان خطط مستقبلية ومراجعة للخطط السابقة وتطويرها. نعم. وبدراسة أوضاع السوق والاستجابة لمتطلبات السوق، طبعا هتكون عامل إضافي بإمكانيات إضافية إنك أنت تسهل عليك إنك تنتشر أكثر، تقدم خدمات أكثر، وتقدم دعم للمشاريع أكثر. عندما تزيد رأس مالك، عندما يكون عندك شريك عالمي، كمان في قضية كثير مهمة، البنوك المراسلة في العالم. لأنه نحن بفلسطين عندنا مشكلة بعض الأوقات محدودية البنوك المراسلة التي تتعامل مع السوق الفلسطيني. كمان علاقتنا مع بنك عالمي خارج حدود الأردن سيسهل علينا التعامل مع بنوك مراسلة أجنبية والتسهيل على زبائننا والانتشار خدماتنا خارج حدود فلسطين. وبالتأكيد منح القروض للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بدأت هذه المشاريع تتطور شيئا فشيئا فلسطينيا، يعني وقمتم خلال الأعوام الماضية بتقديم خدمات جيدة للراغبين بالحصول على قروض لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. يعني عندنا أقسام متخصصة لهذا الموضوع. نعم. كادر متخصص لهذا الموضوع، ونحن يعني دورنا دور تنموي لا يقل عن أي مؤسسة. بالتأكيد. لدعم الاقتصاد من خلال تقديم القروض والخدمات والاستشارات لهذه المشاريع الصغيرة من خلال جهاز وكادر متخصص لهذا الموضوع. نأمل دائما، طموحنا أن نقدم أكثر، ننتشر أكثر، لكن هذه جزء أساسي من خطتنا، سياستنا ومن استراتيجيتنا. وإذا بتقارن التوسع والانتشار بنك القدس وزيادة رأس ماله وزيادة موجوداته، يعني بال 2006 عندما تشرفت واتيح لي فرصة أن أترأس هذا البنك كان عدد فروع ومكاتبه 8. نعم. من 8 إلى 40 خلال، أنت بتحكي عن 10-11 سنة، يعني مضاعفة، قفزات أنت بتحكي عن 5 أضعاف. البنك توسع خلال فترة بسيطة. نعم. يعني بعمر الزمن 10 سنوات صغيرة، إذا بدك تقول من 8 إلى 40 فرع ومكتب. وتقديم منتجات جديدة للزبائن. منتجات جديدة، دائما في منتجات جديدة وبرامج جديدة للزبائن. سيد أكرم، تمكنتم خلال الأعوام الماضية من تحقيق قفزات في الأداء المالي الخاص بالبنك نتيجة التوسع، نتيجة الانتشار، نتيجة يعني الخدمات التي قدمها البنك لزبائن البنك وأيضا للراغبين بالحصول على قروض من البنك. يعني لذلك بالتأكيد الكثير من الأسباب اللي هو الإرادة والتصميم والثقة بشعبك والواجب، هاي كلها عوامل مشتركة تجعلك أنك تكون مصمم على النجاح ومصمم على العمل. ورغم كل الصعوبات وكل التحذيرات من كل المستثمرين من أنت عم تستثمر في سوق كذا كذا وكذا، لكن محدود، في تصميم، في إرادة، في ثقة، في واجب، كلها عوامل مشتركة تجعل منك إنسان تستطيع عندما تتوفر لك تعمل خارج إطار الحسابات التقليدية.
السيد أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس، شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا شكرا لك على القدوم إلى استوديو تلفزيون فلسطين هنا، وبالتأكيد نتمنى لكم التوفيق ومبارك الاستحواذ. شكرا. شكرا جزيلا والله يوفقكم، وشكرا لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء لإطلاع جمهورنا وشعبنا على إحدى النجاحات الفلسطينية في المجال المصرفي. بالتأكيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. تسلم. والآن نذهب إلى قصة نجاح اقتصادية فلسطينية جديدة. أنا اسمي معتز أبو راس، مدير العلاقات العامة بمصنع فلسطين الخزناء. طبعاً إحنا موجودين حالياً بعزون قلقيلية. تم إنشاء هذا المصنع سنة 2009 ليكون نقلة نوعية بالصناعات الفلسطينية. صاحب المصنع والفكرة تعود هاي للسيد سامر عباس علي بدوان، هو من عزون قلقيلية. بلش المصنع سنة 2009، بلشت الفكرة من خلال أنه سامر اكتسب خبرة بإسرائيل، اشتغل تقريبا 16 سنة. كان في زيارة لعين مصباح، كان لتسليم خزنات هناك، التقى بالصدفة هو حدا من الإدارة وحكوا له مدام إذا في عنا القوة الإنتاجية اللي تقدر تنتج هاي الخزنات، شو المشكلة إنكم تجوا تبلشوا؟ وحكى له كان المعوقات هي كانت مالية، وجد الفكرة وبلش فيها. البدايات بلشت من خلال السيد سامر عباس علي بدوان، بلشنا نشكل مع الأفراد، بعد هيك تطورنا شوي شوي، فتحنا دائرة علاقات عام وتسويق في رام الله. وظيفة هذا المكتب كانت تبعت إيميلات فاكسات تتواصل مع الزباين، وتم من خلال يعني في سنة 2009-2010 كنا نشكل مع بنك واحد، حالياً نشكل مع 16 بنك، بيع مشترى بنسلمهم كل شيء. بلشنا في المصنع بمساحة 500 متر، حالياً بتحكي عن مساحة تقريباً 1500 متر. بداية المصنع كان بتحكي عن 4 موظفين فنيين، انت حالياً بتحكي عن 20 موظف، منهم مهندسين خط إنتاج، علاقات عامة، دائرة مالية. وجديد بدنا نحصل نفهم شو احتياجات السوق، حصلنا على شهادة الـ VDS. الـ VDS طبعاً هي شهادة ألمانية عالمية معترف فيها عالمياً. طبعاً إحنا الأول على مستوى الشرق الأوسط اللي حصلنا على هاي الشهادة. هلا احنا موضوع فكره الخزنات بنبلش فيها، بيجي الواح صاج متكامل كبيره، بتم قصها ثنيها، بعد هيك حسب شو احتياجات الزبون ومتطلباته احنا بنعملها ضمن قياسات معينه، ترجع حسب شو متطلبات الزبون وبتم تنفيذها وتسليمها. اللي خلاني اتميز هذا الموضوع اللي هو موضوع ان انا مصنع، اول شغله موضوع حسب شو احتياجات الزبون انا بوفر له، ثاني شيء في مرحله ما بعد البيع موضوع الصيانه، انه الزبون برضه بهمه بعد ما عند تسليم المنتج انه موضوع الصيانه في مرحله البيع، انه انا اقدر انفذ له في حال صار عنده اي مشكله او عطل معين اقدر اعالج هذا العطل اللي صار. ثاني شيء موضوع بقدر انافس موضوع الاسعار، موضوع الجوده وموضوع الكواليتي. واحنا جديد فتحنا اسواق في الاردن، راح يكون مكتب لنا بالاردن، جديد فتحناه بمنطقه الشمساني على اساس نوصل للاسواق العربيه الثانيه. عندنا طموح انه احنا نكبر ونكبر بالصناعات الفلسطينيه، واحنا سمينا هذا المصنع باسم مصنع فلسطين للخزنات، بسبب انه رغم كل المعوقات من موضوع حواجز، موضوع توفير مواد خام، الا مع هاي المعوقات كلياتها احنا حصلنا نحصل على الشهادات العالميه، والهدف منها الوصول الى الاسواق الخارجيه ونرفع اسم فلسطين عاليا. احنا وصلنا للحصول على موضوع الشهادة الألمانية، وجديد عمالنا شغالين على موضوع كمان الشهادة الأمريكية وكمان شهادة مواصفة ضد النار، مع انه احنا في معنا شهادة الألمانية هاي بتنص انه هاي الخزنة مقاومة للحريق والسرقة، بس احنا معنيين نخصص لمنتج يكون بس مقاوم للحريق عداك على المنتج اللي ذكرنا. هلا انا بتميز بموضوع الزبون، انا بتمنى انه كل الناس اللي موجوده هون تفهم شو موضوع الخزنه، موضوع الخزنات ثقافيا ما ربطوا موضوع الاموال وموضوع المصاري، الخزنه ممكن استخدامها لاي شيء، ممتلكات مهمه من وثائق رسميه، جوازات سفر، شهادات ميلاد، لكل شيء. ليش؟ لانه طبيعه حياتنا على ما في استقرار سياسي ممكن لا سمح الله قنبله صوت، التماس كهربائي، اي شيء يعرض لممتلكاتك المهمه الى خطر. ثاني شيء موضوع انه في عندنا موضوع الخزنات الصينيه، لازم الزبون يفهم انه هاي الخزنات ما بتقاوم لا لحريق ولا سرقه، لانه في مواصفات معينه وفي معايير هناك لموضوع القوه والمتانه، احنا بنشتغلها بناء على الشهادات العالميه الموجوده معنا. وممكن نسهل على الناس لأنه إحنا منتج وطني، بنحب هذا المنتج الوطني نعرف عليه ويكون موجود في كل بيت،
فلسطيني ممكن نوفره من خلال آلية تقسيط بسيطة اللي ما يحس فيها المستهلك. المصنع بيقدم أكثر من منتج حسب شو احتياجات السوق أنا قدرت أحصرها، بتبلش في الباب المحصن بسادف فيه المؤسسات المالية، في خزنات النقد الرئيسية وخزنات الأربع أدراج وتيلر والخزنات الصغيرة، هاي بستهدف فيها البنوك، محلات الذهب، صرافة، الشركات والأفراد كمان. أحييكم، أنا هارون عماري في الإعداد والتقديم ومخرج البرنامج علي الطويل والطاقم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج المجلة الاقتصادية، وفي أمان الله.